السلام عليكم اخوان ديالي السرق يلا كتسرق سرق السميسه. الفيديو اليوم مانيفيك الشتا تبارك الله طاحت. هادي قنطره بوزكوره الاخوان عارفين حطينا السياره ديالنا عارفين غنصوروا لي دابا غنفطروا ان شاء الله. الفطور كما كتلاحظوا هو هذا خبيز اتاي الزويته بلديه تبارك الله الزويته زوينه. انا جيت ها هو باكتاج ديالنا عارفين حاطينو. المشروع اليوم هو هذا الشونجمون ديال لوتورود ديال بوزنيقه والقنطره جديده كما تلاحظون اخوان. غير الكواليس ديال قناه انا جيت بيم بيم دخلنا واحد السرعه فائقه للمغرب سرعه فائقه. من بعد نهضروا على هذا الشيء ان شاء الله كل مره نديروا فيديو على هذا المسائل بالتفصيل ان شاء الله. كما كتلاحظوا المجازين هما هادو شادك مجازين راه غاديين في الخدمه ديالهم تبارك الله. كما كنقول ديما اليد العامله المغربيه تبارك الله عليهم ولينا عالمين الحمد لله. السمعه ديال البلاد ولات عالميه 100% بدون منازع الحمد لله. هادشي كنقولوه وكنفتخروا به بلادي يا بلادي هذا مزيه. تحيه لحي المزيه كما كتشوفوا حنا دابا ان شاء الله غادي نفطروا. وقت جاوا في كاين تصويرات تصور بالدرون وتسناو ان شاء الله الفيديو اليوم وبحول الله نلوح لكم هذا الاكستري ديال سميتو وتسناو الفيديو ديالنا. البرد ديالنا هو هذا باش تعرفوا الاخوان راه فيه اتاي حار كويس في الطبيعة. هذه منطقة بوزكورة وهذا مرجان ديال بوزكورة كما قلت لك بانيا الكومية ديال بيم مرجان ديال بوزكورة. فيما مشيتي كتلقى الأسواق الكبرى منتشرين بواحد السرعة خيالية. هنا كيبين لي كاينة الدولة غادية في الطريق الصحيح الحمد لله. بلادنا زينة ولكن كاين بعض الناس ما كيخليهاش تزيد في الطريق المستقيم والحمد لله نحن معها ونحن فيها حتى يرث الله الأرض وما فيها. اسمحوا لنا على هذا الجمل كما كتعرف الاخوان راه ما كنهضروش بزاف ولكن كنتعلموا كما ديما كنتعلموا حنايا حنا في الدنيا حنا كنتعلموا. هادشي اللي كاين هذا فيديو خفيف ظريف ديال الكواليس ديال انا جيت تيلوح لكم الفيديو ان شاء الله. والتحيه لكم وتبارك الله الاخوان ديالنا